تمنيتي؟ تمنيت ما تديها الفرحة بنوب، وتمنيت ضل مبسوطة وإني أربح قضيتي، وتمنيت يضل كريم معي وما نفترق أبدا. أها إجت أسماء وإمّا. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. سويت هالطبخة اليوم وسكبت لكم منها. ليش عذبتي حالك ست خيرية؟ شو هالحكي؟ اشتهيت لكم ياها، يعني انت حامل ولازم تتغذي. اهلا وسهلا. اهلين كريم، كيفك؟ الحمد لله. ما كنا عرفانين عندكم ضيوف، خلص بعدين بنرجع. لا ريهام ما نضيفة، هي اللي رح تكتب قصتي بكتاب. ايه اهلين فاطمة، حكت لنا عنك. اهلين فيكي. اذا هي ست خيرية معناتها انت اكيد اسمى بنتها. ايه مرحبا. اهلين. ليش واقفين؟ تفضلوا ارتاحوا. لا ما بدنا نزعجكم. لا شو هالحكي، تفضلوا. ماشي، يسلموا ابني. تفضل. شكرا. ست خيرية عم بتخجليني، شو ما طبخت بتسكب لنا من الطبخة، إذا ضلت على الحالة رح يزيد وزني. إن شاء الله صحة وهنا يا بنتي. هلأ ساويت شاي رح صب لكم منه. وأنا جاية لحتى ساعدك. كيف أخي سمعه؟ منيح بيسلم عليك. قال ناطرك الليلة بده ينتقم لخسارته منك بالطاولة هداك اليوم. إيه بيقولوا إنه البطل ما بيشبع من الخسارة. فاطمة بس لو تعرفي شو صار معي. شو صار؟ فهمي وأهله جايين ليخطبوني نهاية الأسبوع. عن جد؟ بس من هلأ عم ترجف ركبي، إلا وقتها شو رح يصير فيني؟ يلا حكي لي كيف صار هيك. فهمي قرر يصارح أهله بقصة حبنا. ايه؟ حكى لأهله عني وعن علاقتنا ببعض، وأهله قال بدهم يجي يشوفوني، وأنا خبرت أمي بحبنا لبعض وهي خبرت أبي. لا تقولي عصب. لا لا، بالأول عمل حاله ما أنه قبلان، بعدين قال خليهم يتفضلوا لنتعرف عليهم وبعدين منشوف. كثير فرحتيني بهالخبرية. آه لكان أنا شو بدي أقول عن حالي. ولك ألف مبروك، الله يتمم لك على خير. تسلمي لي يا فاطمة، أنا ممنونة لك كثير. حبيبتي لا تحكي هيك، بلشنا نبكي من هلا. أنا كثير مبسوطة لهيك أنا عم أبكي. مبروك يا عمري أنت. أوه نحن ناطرين الشاي برا. شوفي قلو لكريم. ايه قليلو خير ان شاء الله. فهمي واهله جايين يطلبوا ايد اسماء بنهاية الاسبوع. شو هالحكي، فرحت لك كتير يا اسماء. وانا كتير فرحت لها. شايفي فهمي الدرسان ما قلي. بجوز ما حب يخبركن قبل ما يصير الموضوع رسمي، مثل ما بتعرف ما فينا نخالف ابي. والله مالك قليل يا فهمي. اكيد ابي رح يحاول يسأل عن فهمي بطريقة غير مباشرة، بدي منك تقله انه شاب منيح وما في منه من هالحكي. ايه اكيد، اصلا انا ما رح كذب، هي الحقيقة فعلا فهمي ما في منه. اذا انا فرحت لك كل هالقد معناتها انت قدي طايرة من الفرحة. يلا خدي السكرية. يا ريتك شفتيني بلحظتها، حسيت كأنه راح من عمري شي 10 سنين كاملة. الحمد لله على سلامتكم. تعي فاطمة بنتي، كنت عم أحكي لها لريهام كيف تعرفنا على بعض، أو بالأحرى كيف بلشنا نلتقي. لا تذكريني، قصة ما بتتصدق. فاطمة عن جد خلينا نحكي لها قصتنا، لو تسمعيها بتفكري حالك عم تحضري فيلم. كملي لي شو صار بهديك الليلة وبعدين ننتقل للقصة. لوين وصلنا نحن؟ تمنيتي أمنية وبعدين طفيتي الشموع، بعدها شو صار معكم؟ بعدها